السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة فيلم ونات بيالون. فلايك وشير للفيديو لو عجبكم، ويا ريت بقى اشتراك في القناة عشان انا عايز اوصل ل 1000 مشترك في اسرع وقت ممكن. يلا بينا نبدأ. بتدور احداث الفيلم في القرن التسعتاشر في مقدونيا، في قرية جبلية معزولة، وبيتم اختطاف بنت فيها، وبتتحول البنت دي لساحرة من قبل كائن غريب. والفيلم شدني من اول 5 دقايق فيه، بسبب ان فيه ظهور كائن غريب كده حصل في اول 5 دقايق ده، يعني بنى كده على القصة بناية سريعة كده خالص، وحمسني للفيلم جدا. يعني فيه حاجة غريبة مختلفة عن اي فيلم ممكن اكون انا شفته قبل كده. لكن بعد كده لما مشينا في احداث الفيلم شوية، يعني تقديم الكائن اللي ظهر ده وتقديم العالم اصلا اللي بتدور في احداث الفيلم ما كانش احسن حاجة. هو حسيت ان الفيلم ده بيتكلم عن ممكن تكون اسطورة مقدونية مثلا قديمة موجودة، او يعني قصة من الانجيل مثلا بيتكلم عنها او كده، وبيتكلم عن شيء ما، ولكن الشيء ما اللي بيتكلم عنه ده انا كمشاهد مش على دراية بيه، فمش عارف هو بيدور ايه. لكن انت يعني هو بيدور حوالين حاجة انت لازم تبقى عارفها، او كلما انت عارف هو بيتكلم عن ايه هتزيد المتعة بتاعتك اكتر. يعني ممكن يكون بيتكلم عن اسطورة الكائن ده، الكائن ده ممكن يكون اسطورة مقدونية قديمة معروفة، لكن انا بالنسبه لي طبعا مش معروف، فاكيد تجربه المشاهده هتبقى مختلفه لو انا فاهم هو بيتكلم في ريتم ايه. لكن بقى انا كمشاهد اصلا ما اعرفش الاسطوره اللي بيتكلم عنها دي ايه، او اي يعني ايه علاقه الكلام والقصه وبالموضوع بالاسطوره اللي هو بيحاول يرويها. فتقديم بقى الكائن اللي حصل ده والعالم اصلا والاحداث اللي دارت ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، لان قاعد يعني عمل لي نوع من التوهان. هو اعتمد على ان انا عارف الاحداث اللي موجودة، او هو خلى ان الفيلم ده موجه لفئة معينة بس، في حين ان في ناس تانية شافته مش من ضمن الفئات اللي هو موجه ليها. الفيلم كان فيه كمية دراما حلوة جدا، وفيه شوية خطوط درامية كتيرة كده ومتنوعة، وكل خط مختلف عن التاني شوية، والحاجات دي عملت تنوع كده في القصة حلو جدا، والتجربة الدرامية للفيلم حلوة. يمكن برضو ما فهمتش معظم الخطوط دي يعني رايحة لفين او ايه سببها، ولكن كمية الدراما كمجمل كده انا خدت كمية دراما استمتعت بيها اوي، في حين ان الفيلم المفروض ان هو رعب اصلا، ولكن هو مفيهوش اي حاجة رعب. ممكن هو رعب بنفسي نوعا ما، لكن انا محسيتش بأي نوع من انواع الرعب. ولكن كدراما برغم ان في حاجات ياما انا مش فاهمها طبعا، لان زي ما قلت ان الفيلم ده بيتكلم عن حاجة معينة، يعني مش كل الناس هتبقى على دراية بيها، ولكن المجمل الدرامي لا استمتعت جدا بالخطوط الدرامية الكتيرة اللي كانت موجودة في الفيلم. الفيلم عمل حاجة حلوة جدا، وهو ان يعني التنوع، ان البطل مش ثابت، البطل بيتغير كل شوية، كل جزئية في الفيلم البطل بيتغير فيها، ده عمل تنوع كده بسيط حلو. ده نقول ايه، ان هو خد بحس الفيلم كده شوية وعلى رتمه سنة موضوع تغيير الابطال ده، وكانت لمسة حلوة جدا في الفيلم. الفيلم فيه شوية حوارات كانت مكتوبة بشكل حلو جدا، برغم ان الفيلم ده الحوارات فيه قليلة قوي، وهو يعتبر اصلا فيلم صامت. يعني هو فيلم عبارة عن اشخاص صامتين كلهم، ولكن فيه البطل بتاعنا بيتكلم مع نفسه جوه عقله بيفكر. الحوارات بقى اللي هو في تفكيره جوه مخه دي كانت مكتوبة بشكل حلو جدا. رتم الفيلم بطيء جدا جدا جدا، يعني برغم ان مدة الفيلم كبيرة، مدة الفيلم حوالي تقريبا 2 ساعة إلا ربع، مدة مش قصيرة بالنسبة للفيلم، مدة كبيرة تقدر يعني تناقش فيها حاجات ياما، تقدر برضو تقص منها زيادات لو هتبقى موجودة وتوطي برتم الفيلم. رتم الفيلم الحقيقة فيه ملل كبير جدا، وانا واجهت ملل كبير قوي خلال مشاهدتي. يعني انا قعدت اتفرج عليه حوالي 2 أو 2 وربع مثلا، بالوقت اللي انا وقفته فيه عدوا عليا كأنهم ياما الحقيقة. انا حسيت ان انا قعدت يوم كامل بتفرج على فيلم. هو مش معنى كده ان هو وحش بقى وواقع، انا اتكلمت في اللي ليه واللي عليه، بس هو الريتم بتاعه بطيء جدا جدا، حسسني ان انا قعدت مدة طويلة قوي بتفرج عليه. بجانب ان في مشاهد عري كتير قوي زيادة عن اللزوم، ويعني احنا في شهر كريم وربنا يغفر لي بقى، انا شفته انا مكنتش اعرف والله يا جماعة، دخلت اشوفه خلاص وكده، واتفاجئت ان هو في مشاهد عري كتير قوي زيادة عن اللزوم، وما اعتقدش ان الفيلم كان محتاج كل المشاهد دي، ولكن طبعا هو بيبقى فيه معايير مختلفة عن معاييرنا فبنزودها وعارفين اللكة دي ومش هدخل فيها. بس هو حاجة من الحاجات الوحشة بالنسبة لي فيه ان هو مليان حاجات عري. بالنسبة للاخراج فهو مش افضل حاجة في الدنيا ومش افضل حاجة في الفيلم، ولكن هو اخراج بسيط جدا حلو. يمكن التصوير كان عندي مشكلة معاه، ان فيه مشاهد معينة كانت متصورة بنظام تصوير سريع كده اللي هو ايه، يعني مش غير مريح للعين،
ولكن الفيلم هنا من اخراج مخرج اسمه جوران سوفيسكي، يا رب اكون بنطق الاسم صح يعني، لكن افتكروا الراجل ده كويس، لان الراجل ده اعتقد انه هيبقى ليه مستقبل كبير جدا، ان هو من المخرجين اللي لهم بصمة ولهم طابع موجود كده. لما كملت الفيلم كده، الفيلم بقى بالمزيكا الهادية الموجودة فيه، في ستايل اخراجي كده حلو، وواضح ان احنا قدام مخرج حلو جدا وله مستقبل وله بصمة في الاعمال اللي بيعملها. نروح للأداء التمثيلي بقى، وزي ما قلت من شوية إن الفيلم يعتبر صامت، فالأداء التمثيلي الكلامي فيه قليل جدا، ولكن بالنسبة كأداء تمثيلي فالحقيقة الأداء التمثيلي فيه كان حلو أوي، فأنا ما عنديش أي مشكلة مع الأداء التمثيلي اللي أنا خدته من الفيلم. ظهور نايومي رابس الحقيقة كان حلو جدا، الست دي ممثلة قوية جدا وعندها يعني إمكانيات تمثيلية عالية أوي، كان نفسي حتى المساحة اللي هي ظهرت فيها تكون أكبر من كده، ولكن هي مجرد ظهورها في الفيلم لوحده كان حلو جدا. نروح بقى لآخر جزء معانا، وهو هل الفيلم يستحق المشاهدة ولا لأ؟ حاجة يا جماعة، أنا حسيت بكمية ملل رهيب جدا وأنا بتفرج على الفيلم، ولكن أنا بعد ما خلصت الفيلم لقيت إن أنا يعني استمتعت بالتجربة اللي هي نوعا ما مختلفة عن أي فيلم تاني ممكن تشوفه. الفيلم ده ليه طابع كده وستايل خاص بيه، فأعتقد إن هو يستحق المشاهدة حتى لو تشوفوا مرة واحدة بس، ولكن اركنوا دلوقتي شوفوا بعد رمضان، يعني اللي هو الأيام مش هتطير والفيلم مش هيطير مننا موجود، شوفوا بعد رمضان مرة واحدة على الأقل، هو تجربة مختلفة جدا ويستحق إن يعني النوعية دي من الأفلام تعدي عليها كده في حياتك. وبس كده أعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهاردة، يا ريت لو عجبكم متنسوناش بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية تأكد إن هو مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس عشان كل ما أنزل حاجة جديدة توصله، وأشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام عليكم.